بلاد وديامنت. سكر سكر سكر، عندنا مش مده مع السكر احنا. ولكن احنا باش نحكيو توا على حقيقه توقف انتاج الياغورت والبسكويت والمشروبات الغازيه. والمشروبات الغازيه حقيقه والعصائر. توفر السكر سمعنا عليها برشا في لانفيتي دو جور. لانفيتي دو جور. شكرا. معنا السيد الياس بن عامر المدير العام للديوان التونسي للتجاره، اهلا وسهلا بك سي الياس. مرحبا. شكرا لك على قبول دعوتنا. مرجنك شوي. لا ولكن احنا رانا كميديا على الاقل من الصيف ملي بدينا نخدمه ديما نحبوا ناخذوا المعلومه من المصدر الرسمي، حتى اذا كان تصير اي انتوكس اي اشاعه اي خبر غلط نوقفوه من المان، ما نخليوهش يسري معناها. دونك نحب نفهم بالضبط، سمعنا ورينا وانه السكر باش يتوفر وانه جاي 20,000 طن تزويد وبعدهم 20,000 اخرين وبعدهم 20,000 اخرين اللي المفروض 3 شهور القادمه ابتداء من يوم نجمو نقولوا باش يكفيونا في الفتره هذه، اذا كان اعتبرنا وانه تونس تستعمل 1000 طن يوميا معناها كميه معقوله تنجم تخدم البلاد كومي سودوا. ولكن قاعدين نقراو وانه وتصريحات زاده كيف كيف باش يصير توقف كلي لانتاج الياغورت والبسكويت والمشروبات الغازيه. نحب نفهموا بالضبط شنو اللي صاير من عندك سي الياس. الله مرحبا بكم ساعة وبالمجتمع ديوان فهم. احنا هذوما الارقام صحاح اللي قدمتهم سيادتك. وعندنا 20,000 طن زائر، وان شاء الله اليوم ننتظروا باش نقبلوا اول دفعه من الكميات هذه. اول دفعه توصل اليوم من الجزائر؟ ان شاء الله، خاطر احنا ننتظروا في استكمال الاجراءات على المستوى الشقيق الجزائر، فما معنى اجراءات اللي هي معنى تتجاوزنا بالنسبه لنا احنا. احنا متواجدين على مستوى الخط الحدودي معنا المعبر الحدودي المعني، وباش نقبلوا البضاعه هذه في اول، احنا متوقعين انه من هنا لاخر اليوم او في الليل ان شاء الله توصل للحدود اول شحنه. أي؟ واللي هي معناها تجي في شاحنات معناها 40 ولا 50 شحنه، معناها كل شحنه يكون بين 1200 1500 تجم توصل ل 2000 طن، معناها كل شحنة توصل تباعا كل نهار مش وصلنا الكمية هذيك حتى نستكمل العقد كامل. معناه هذا ال20,000 مش نوزعوا بالطريقة هذه كمان. أي؟ كل نهار توصل بين 1500 و 2000 طن ونوزعوها تباعا على كل المراكز الديوان التونسي. معناه ماهيش باش تجي ال20,000 مع بعضها، باش يجيو بين 1000 1500 يوميا. يوميا داكوغ، ويتم التوزيع في رمز يومي، وبعد مش نعمل الصدور مع عندنا شحنه اخرى جايه من الهند في وسط الجمعه الجايه اللي هي فيها 20,000 طرناد. دونك مش يولي عندنا زوز معنا زوز معنا مش نتزودوا من زوز اماكن من الباخره اللي مش ترسي في بنزرت ومن الحدود التونسيه الجزائريه معنا اللي هي مش يوصلوا للمراكز مباشره وتقع عمليه التغطيه مباشره بطريقه سلسه واللي هي معناها بطريقه سريعه باش نتجاوز باش ما نقعدوش نهار بنهار، وخاطر كي باش وصلنا 1000 1500 باش نقعدوا نهار بنهار. وي يعطيك الصحه، يخلط عليه ال 20 بالضبط تتفرهد شوي تولي عندنا مارج نتاع كيلكو جوغ. وزيد عندنا 7500 من ال 20,000 باش تهبط في السوق بعد ما تكمل في بنزرت. باهي. واخر سبتمبر عندنا 10,000 جايه للقابس ان شاء الله. دونك بالطريقه هذه من هنا لاخر سبتمبر مش نغطيو كل الحاجيات نتاع تونس من المنتوج هذا الحاجيات اليوميه. بعد سبتمبر سي الياس. احنا عقودنا منتظره وحتى حتى لاخر اكتوبر ديبي نوفمبر العقود الكل منتظره، معناها الشراءات نتاعنا منتظره. باش نكملوا هكا بالطريقه هذه؟ لا مش نكملوا على الاخر العام بالطريقه نتاع الجم نتاع العاديه، معناها مش يكون التزويد عادي من هنا لغايه اذا تجاوزنا من النهايرين هذوما ان شاء الله. أي. باش نرجعوا للتزويد العادي ما عادش وقتها نحكيو على نقص في ماده السكر باذن الله. ما عادش نحكيو على نقص على ماده السكر. انا نحب اجابه من عندك. الاخر العام على خاطر احنا ماهيش اول مره، معنا الديوان عنده تجربه كبيره في المجال هذا طبعا ومش جديد عليه، معنا احنا كي نشريه باش نغطيه المده اللي جايه شهر وشهرين مش هذا هو هذا هو باش نصلى الله نشريه بالضبط. سي الياس كاتب عام الفرع الجامعي للتجاره والصناعات الغذائيه سهيل بوخريس من البارح لليوم وهو يصرح نفاذ ماده السكر من كل مخازن ديوان التجاره في تونس وانبيع عن توقف الانتاج بعدد من المصانع
فيما يخص مختلف المواد الغذائية، ياغورت، مشروبات غازية، عصير وغيرها. والله احنا الموضوع هذا احنا تحسسنا به مش من اليوم، احنا زي ما احنا نعالجوا فيه مع الصناعيين، وفرنا لهم كميات معناها عن طريق الشركة التونسية اللي تقوم باستخراج السكر من اللف السكري والإنتاج أثناء معناها الكل، وفرنا للصناعيين هذوما باش ما يقفوش تاكلوا واللي تزودوا بالكميات هذه، إلى جانب التزويد اليومي اللي على مستوى الديوان. صحيح احنا على مستوى الديوان ما هوش من التزويد عادي، ما هوش من المستوى العادي، ولكن موقفناش إلى حد الآن، قاعدين يزودوا بالكميات المتوفرة، ولكن هو تو وفرنا لهم كميات على مستوى شركاتهم باش يتجاوزوا نهارين ثلاثة، وإحنا بتنسيق مباشر يومي بالنسبة للشركات اللي عندها معناها نقص قاعدة تتصل بينا ونحاولوا باش نلقاو حلول إلى حين نهارين ثلاثة إن شاء الله بحول الله وترجع وترجع الأمور التزويدي واللي يصير بصفة سلسة بصفة سلسة. كيف بالنسبة هو بالنسبة للصناعيين كما قلت لك عندنا أسبوعين تقريبا نعالجوا في الموضوع هذا، وقاعدين بتواصل مباشر وقاعدين نعالجوا في الحكاية باش ما تقفش التزويد السوق بالمنتوجات اللي هي فيها تركيبة صحية. تري بيان تري بيان. دونك سيلياس آخر سؤال ونختم حواري معك، مع شكرنا طبعا. محضرين رواحكم لأكثر مراقبة خاصة في عملية التزويد هذية اللي باش تكون خاصة في الفترة هذه نهار بنهار وفي انتظار وأنه تجي الشحنة متاع 20,000 طن، حتى ما يصيرش تدخل متاعك المحتكرين باش يزيدوا يأثروا لنا على السلسلة متاع التزويد اكثر ما معناها بالسيف قاعدي. احنا في اتصال مباشر ويومي مع وزاره التجاره واجهزه الرقابه، وقاعدين نبدو بالسيهم بالمعطيات كامله بالبيعات نتاعنا باش هما يتابعوا العمليات هذه ويتصدروا العمليات الاحتكار والمغارب. خاطر اليوم كان وزارة التجارة هكا عملت جهدها باش وفرت وباش ما وقفتش الخدمة والصناعيين لقاو السكر، من بعد ما عملنا حتى شيء، إذا كان يقصوا علينا ثنية المضاربين والمحتكرين معنا. إن شاء الله بحول الله والوزارة تقوم بدورة وإحنا نقوم بدورنا في مكان خير إن شاء الله. شكرا لك سي الياس بن عامر، شكرا لك المدير العام للديوان التونسي للتجارة على كل هالتفاصيل هذه، الصورة واضحة باش نبداو في تزويد السكر يوميا ما بين 1,000 و1,500 طن في كيلكو جور، معناها نتاع مساله نتاع 3-4 أيام، في انتظار توصلنا الشحنه نتاع 20,000 طن، وقتها نوليو نمشيو في نسق بلوز او موا عادي. كان هذايا